بدر الركابي من بغداد. بدر مساء الخير، أطلعنا كيف هي الأوضاع لديك، كيف هو الانتشار الأمني في بغداد وفي المنطقة الخضراء؟ نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. يعني العاصمة بغداد تشهد أوضاع أمنية مستقرة لغاية الآن. يعني نتحدث يوم أمس كان هناك تجوال للقوات الأمنية وللمدرعات التابعة للفرقة التاسعة ضمن صنوف الجيش العراقي، وتمركزت عند مناطق الكرخ على الأكثر، وأيضا ضمن مقتربات الخضراء، وأيضا مناطق أخرى بجانب الرصافة. وكان هناك أيضا دوريات جوالة يعني الشرطة الاتحادية، وأيضا نجدة بغداد تتجول من أجل تأمين العاصمة بغداد، وأيضا تفاديا لأي حالات قد تحصل وتحسبا لأي طارئ قد يحدث في الساعات المقبلة. الانتشار الأمني ما يزال مستمر لغاية الآن. العاصمة بغداد رغم الانتشار الأمني يعني لم يحدث فيها توترات أمنية أو مضايقات، على العكس تماما. الشوارع ما تزال تشهد انسيابية عالية في الحركة. منذ الصباح كانت لدينا جولة في مختلف مناطق العاصمة بغداد، إن كان في جانب الكرخ وكذلك حتى في جانب الرصافة، إن كان طريق محمد القاسم، طريق قناة الجيش، أيضا الطريق الخاص بشارع أبي نواس، لم يشهد زحامات مرورية. وهذا يؤكد لكم بأن هناك أجواء طبيعية انسيابية تشهدها العاصمة بغداد بعيدا عن التوترات الأمنية التي حدثت. أيضا الأجواء في العاصمة بغداد بالحديث عن محاولة الاغتيال الفاشل لرئيس الوزراء، ما تزال الحوارات والنقاشات بين البغداديين مستمرة لغاية الآن. لا يزال هذا الموضوع هو يتصدر يعني النقاشات وحديث الشارع البغدادي حول هذه العملية وكيف تمت ومن الجهات التي تقف خلف هذه العملية. نعم بدر، يعني كيف هي ردود أفعال اليوم المواطنين؟ كيف هي ردود أفعال المواطنين للتنديد بعملية الاغتيال؟ هل خرجت مظاهرات؟ كيف هو رد فعل المواطنين على هذا الاغتيال؟ نعم زميلتي، يعني أنا كنت أتحدث عن ردود الأفعال قبل دقائق أيضا من أكون معكم بهذا البث المباشر. كان لي حديث أيضا مع عدد من المواطنين بالمكان الذي أتواجد أنا فيه في منطقة الكرادة داخل. الجميع ما يزال رافض لهذه العملية كونها تستهدف يعني رمز السلطة التنفيذية وكذلك يعني العراق برمته، كوننا نتحدث عن استهداف لمنصب رئيس الوزراء، فبالتالي يعد هذا استهداف للعراق ولأمنه ولاستقراره. وهذا ما جعل اليوم يعني التيارات الشعبية هي تكون رافضة لهذه الخطوة الهجينة وتستنكر هذه الخطوة. الجميع هنا متفق على ضرورة رفض مثل هكذا اعتداءات ومثل هكذا عدوان إن صح التعبير على هرم السلطة العراقية. الجميع يستنكر ويدين، وهناك أيضا شاهدنا حملات تضامن مع شخص رئيس الوزراء بعد هذه العملية ومحاولة الاغتيال الفاشلة، إن كان عن طريق الحوارات التي التمسناها وسمعناها وكنا ضمنها بشوارع العاصمة بغداد، بالإضافة حتى إلى مواقع التواصل الاجتماعي الذي شاهدنا أيضا فيها تصاعد بآراء الرافضة لهذه العملية والمساندة والداعمة لشخص رئيس الوزراء. بالتالي الشارع العراقي وخصوصا هنا في العاصمة بغداد هو مؤيد لرئيس الوزراء ورافض لهذه الخطوة، وأيضا مطالب بضرورة الإسراع في كشف ملابسات هذه الحادثة وإلقاء القبض على الجنات، كون هذه العملية يفترض أن لا تمر وأيضا أن تحاسب الجنات بسرعة كونها تستهدف اليوم يعني رمزية النظام العراقي وكذلك حتى الدولة والحكومة بشكل كامل. نعم بدر الركابي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح.